قال ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط، يعني لا ضمان على المستأجر إذا أوقع شيء. هذه مسألة مهمة جدا، أن المستأجر لا ضمان عليه. يعني هذه المسألة الآن في تأجير السيارات مثلا، لو أجرت سيارة واندعمت مثلا، صدمت هذه السيارة وهي واقفة عند البيت مثلا، موقف صح، المفروض أنك أنت ما تتحمل هذا الأمر، أنت المستأجر ما تتحمل هذا، يتحملها من؟ صاحب الملك. فالمستأجر لا يتحمل إلا إذا وقع في تفريط أو إفراط تعدي. التفريط مثلا موقف سيارة غلط وصدمت، طيب أنت موقفها غلط، أو أن السيارة مخليها عليها المفتاح وسرقت، يتحمل. أما إذا ما فعل شيء يسيء ما عليه شيء. وإذاك الآن بعضهم يقول كان أجرها لك مع الضمان، ما يجوز، الأجرة ما فيها ضمان، الأجرة ما فيها ضمان، ما يضمن المستأجر. فمثل الحين اللي يسوون التضمين، بيع التضمين أو كذا، مو بيع تأجير، تضمين، وهذا كله ما يجوز هذا، لأن هذا ليس إجارة ولا بيع، هذا لا إجارة، لأن التضمين غلط ما يجوز، وإن المقصود الإجارة. والمستأجر لا يتحمل إلا إذا وقع في تفريط أو تعد. طيب إن شاء الله، بس هذه والحديث أعطوا الأجير أجر قبل أن يجف عرقه اللي ذكرناه قبل قليل.